مع الفقراء وكان الليل وطوال المدلة وهذه الدولة حكارة وهذه الدولة حكارة والمشاكل قائمة والولايات نائمة ورموت على المدلة وطوال الفقراء وكتحمي الشفارة وكتحمي الشفارة عربيت المدير كاتب محلي اتحاد نقابه كلميم الاتحاد المغربي للشغل. كتحتفل المنظمه ديالنا الاتحاد المغربي للشغل اليوم بعيدها الاممي تحت شعار نضال مستمر من اجل الدفاع عن القدره الشرائيه والحقوق النقابيه والاجتماعيه للطبقه العامله المغربيه. نهني الطبقه العامله بما تحقق من مكتسبات في قطاع في الحوار المركزي مع الحكومه بقياده الاتحاد المغربي للشغل، وفي المقابل نطالب بالحريات النقابية وذلك بخصوص في الملف الموقوفين في قطاع التعليم وبعض ممارسات التعسفات التي يتعرض لها مناضلين في بعض المؤسسات كالغرفة الفلاحية بإقليم قلميم والمحافظة العقارية كذلك بالإقليم، ونطالب بتفعيل المذكرة الخاصة بالحركة الإدارية بالمسؤولين الذين تجاوزت مدة اشتغالهم 4 سنوات، وندعو الشغيلة والطبقة العاملة لرص الصفوف من أجل نزع انتزاع المزيد من المكتسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد الزيز كاتب إقليمي نقابة الاتحاد المغربي للشغل قطاع الصحي بإقليم قلميم. اليوم في اليوم العالمي 1 جلاي لعيد العمال أي الشغل، نطالب من خلاله المسؤولين عن القطاع الصحي تحسين الوضع الصحي عامة وتحسين الدخل لجميع الموظفين وموظفات القطاع الصحي من خلال تفعيل المحضر المعلق مع وزارة الصحة اللي اتفق من خلاله على زيادة 1500 درهم بالنسبة للممرضين وتقنيين الصحة و1200 درهم بالنسبة للتقنيين والمتخصصين في القطاع الصحي. مرشد عتيق نائب أول كاتب وطني ونائب أجل العدالة، ناضل أجل الشغل، ناضل الصحة، ناضل ضد الفقر، ناضل أولا تحية جميع المناضلين على مستوى الوطن، ناضل ضد الفقر، ناضل ضد الاستبداد، ناضل ضد التهميش، من أجل الحرية، ناضل ضد العدالة، ناضل عندنا بعد فلسطين أمانة، كان واحد المشروع المشؤوم اللي هو جات به الوزارة النقل فلسطين هو كطالب المهنيين شي امور اللي صارت ماشي في القطاع والتطبيق على سبيل المثال لجنه المهنه جات فلسطين فلسطين اول حاجه كتفرض عليك القدره الماليه محددتهاش فلسطين ارض ثاني حاجه خمسات شاحنات ارض حره خمسات شاحنات اللي كيتوفر عليهم ثالث حاجه هي المقر الاجتماعي ديال المقاولة والصهيوني رابع حاجة هي الجيرو ديال الشركة يطلع برا لا يهان.